احنا هذا الموضوع، الموضوع اللي تجمعنا اليوم هو المسألة الترابية. احنا تنخدموا عليها في المركز منذ سنوات. المركز ديالنا هو مركز البحث التطبيقي، تيخدم على المسائل الاقتصادية والاجتماعية والترابية، وحنا من بعد سنوات العمل على هذا الموضوع آثرنا أن نخرجوا كتاب جماعي حول مسألة التراب والمسألة ديال خلق يعني الانعاش الاقتصاد. فالعلاقة بالاقتصاد والتراب مسألة قليل فاش تتناول عندنا، ولذلك حنا اللقاء اليوم هو في الدرف يعني في شطرين، الشطر الأول على السياسات من فوق والشطر الثاني على المبادرات من تحت. الكتاب تضمن مجموعة المقالات اللي هما الباحثين مغاربة وأجانب اللي تخدموا على المسألة الترابية، المسألة ديال سياسة الدولة بالنسبة للمجال، المسألة ديال إنعاش الاقتصاد، المسألة ديال المبادرات المواطنة، المبادرات الاجتماعية. فالتكامل بين هذه النقط كلها هي اللي تعطي، اللي تحاول يجاوب على الإشكال ديال العلاقة بين المجال والاقتصاد. اليوم كنظموا واحد المائدة مستديرة على موضوع حيوي اللي كيتعلق بدور الدولة والفاعلين المحليين في خلق الثروة في ظل التطورات يعني اللي كيعرفها العالم اللي جيوستراتيجية وحتى عندها علاقة بالتغيرات المناخية. الوغ المائدة المستديرة اللي كنظموا اليوم هي جات تكميلية الكتاب اللي تم النشر ديالو، اللي طرق الموضوعات يعني متعددة اللي كتنطلق من مفهوم يعني مفهوم ديال سكون ابل تيريتوار، يعني واللي كتطرقات ايغالمون يعني السياسات العمومية، يعني كيفاش كتتم الالتقائية ما بين السياسات العمومية اللي كتجي من يعني من الفوق من الدولة والليزينيسياتيف لوكال، يعني المبادرات اللي كتكون على المستوى المحلي.